على جانب آخر معايا على التليفون كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي. يا كابتن أمير مساء الورد وألف مبروك. إبراهيم مساء الفل، ألف ألف الله يبارك مبروك. فيك حبيبي، ربنا يخليك، مبسوط جدا جدا. بفتكر أول ما قريت الخبر على الموقع الرسمي للنادي الأهلي إنه الأهلي تعاقد مع بيتسو موسيماني، فكلمتك أقول لك هو الخبر ده بجد؟ فقلت لي بجد. ايه رايك انت سالتني قلت لي ايه رايك، قلت لك ايه بالذمه على الهوا؟ لا كنت فرحان جدا من الخطوه، كانت عاجباك كنت قوي متحمس جدا 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 وقلت جدا لك جت من مكان وحته يعني رائعه. وان بالظبط. الاوان الحقيقه ان انا مره تانية وتالته اقول هذا الرهان اللي عمله النادي الاهلي واللي عمله الكابتن محمود الخطيب يرد اليه، لانه رهان في محله ورهان كان صعب جدا جدا وفكره غريبه جدا جدا الحقيقه. يعني بالظبط، لو فاكر انا طلعت معاك اتكلمنا وقتها في القصه دي، ايوه وعلى موسيماني كنت معاك في انترفيو في البرنامج، ايوه وقلت لك الخطوات اللي الموضوع كان كابتن خطيب ازاي كان مشي في الموضوع بشكل كان بروفيشنال جدا، والموضوع كان فعلا كان داخل في ترتيبات واضحه ان احنا خلاص الراجل ده هو الراجل المناسب للتوقيت ده. وبرضه لو فاكر قلت لك وقتها احنا حتى لو كنا خسرنا افريقيا ايوه اول سنه الراجل، ايوه لا هو الراجل ده كان بالنسبه لنا هو بروجكت سنتين، كان عقده سنتين، وده كان اول مدير فني للنادي الاهلي. الاهلي يمضي معاه سنتين مره واحده من فتره كبيره قوي، طب كان دايما احساسك كان ايه؟ سنه وثلاثه. احساسك ايه وانتوا الرهان اللي اخده قائد النادي الكابتن محمود الخطيب، الرهان النهارده طلع كسبان. خد بالك في فرق ما بين ان انا برضو اكسب بطوله والناس تقعد تقول اصل هو ما جاش في اول البطوله، اصل هو ما اعرفش كذا، وان انا باخد البطوله من بابها، وان انا بحقق بطولات على مستوى السوبر الافريقي ومن بعدها بطوله طويله زي بطوله افريقيا. انت بقى بتقيم ده ازاي في سوق التعاقدات وفي سوق الاستثمار الكروي والرياضي من وجهة نظرك؟ بص، اول حاجه انت التقييم بالنسبه لنا الاول ان احنا انت حاطط زي ما قلت لك قبل كده برضه، احنا بنحط بلان دايما لفتره قدام، تمام؟ ممكن تبقى بلان سنه او سنتين في كل خطوات التعاقدات او التسويق. فالنهارده فكره التعاقد مع موسيماني النهارده ان احنا كنا شايفين ان الفرقه احنا دخلنا بدانا ان احنا نخلق جيل جديد من النادي الاهلي من ايوه حوالي من 3 سنين، ماشي؟ ال3 سنين دول انت كنت شويه شويه بتدخل افراد جوه الفرقه بشكل منظم عشان الفرقه في الاخر يكون ليها شكل كويس ومستقبل، ومعدل اعمار بتاع الفرقه يبقى معدل اعمار مناسب ان في وقت معين في نضج، وده اللي حصل دلوقتي الحمد لله. وفي نفس الوقت برضو انت محتاج واحد يكون راجل فاهم يعني ايه ان هو فرقه يكون عندها هويه، وفاهم يعني ايه هو جاي النادي، انا اسف في الكلمه، هو مش جاي ياكل عيش، صح هو مش جاي يضرب ويجري، لا هو راجل جاي، هو جاي قاعد مستقر. الراجل تاريخه قبل كده لما كان في نادي سوبر سبورت اول ما بدا تدريب قعد هناك حوالي 6 سنين، بعد كده منتخب امم افريقيا قعد 4 سنين او 5 سنين مش فاكر، بعد كده سان داونز قعد 7 سنين وكان لسه مجدد 4 سنين كمان قبل ما يمشي سان داونز. ايوه الراجل فاهم يعني ايه ان هو يروح مكان ويبني فرقه ويخلق هويه محترمه للفرقه دي. فده الموديل اللي احنا كنا عايزينه، وده الموديل اللي كابتن خطيب كان عايزه، كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف كانوا عايزينه. فده كان ده الشكل اللي كنا عاملينه. وبرده عشان برده ادي حقه خالد بيبو في الناشئين، ان احنا النهارده جايبين برده بروكت في الناشئين، فهو بيبني مع شغل موسيماني فريق اول عظيم يخلق هوايه الناشئين النادي الاهلي. عظيم هتتكلم في منظومه كامله طبعا، اللي ظهر دلوقتي هو الفيرست تيم، بس برده الناشئين الفتره الجايه برده احنا طلعنا 3 ناشئين باوروبا من اسبوع، وان شاء الله في خطوات جايه في القصه دي. فهي المنظومه طالعه بشكل الحمد لله كويس. الفكره ان احنا يكون في رهان على موسيماني ومن الكابتن الخطيب وينجح بالشكل ده، طبعا دي حاجه فرحنا جدا قلت جدا الموسيماني جدا. ايه بعد البطولة دي؟ بص احنا بنتكلم على طول طبعا، راجل علاقتنا معاه كويسه جدا، وهو راجل دايما في ميزه موجوده فيه ان هو مش بيشبع، وده بالنسبه لنا حاجه بتريحنا جدا. ايوه احنا بعد الماتش الاولاني بتاع ماتش الاهلي والزمالك بتاع 27 نوفمبر، ايوه احنا بعدها كان في بينا لقاء تاني يوم، قال لي احنا بنركز في افريقيا جايه من دلوقتي عشان ناخدها، فاهم؟ فده كان هدف واضح موجود. فالنهارده الحمد لله احنا النهارده النادي الاهلي البطوله دي، لا في اداء موجود، في شكل موجود، في شخصيه موجوده، انت بتلعب بره ارضك زي جوه ارضك، فدي حاجه مميزه جدا في الجيل ده ما شاء الله.
وبرضه مش عايز اختزل كل حاجه في موسيماني برضه، يعني انت في طبعا اداره بشكل محترم جدا. طبعا تاني حاجه اللعيبه، اللعيبه ابراهيم بمعنى الكلمه الجيل ده لعيبه رجاله، واستوى الجيل ده، استوى خلاص. لا وشخصيات رجاله مقدرين المكان اللي هم فيه، مقدرين النادي الاهلي، عارفين عين النادي الاهلي، اللعيبه الكبار اللي موجودين الشناوي، سعد سمير، مع وليد السوليه، سليمان، وليد سليمان، ايمن اشرف، علي معلول، اللعيبه دول لا لعيبه كبار، رامي ربيعه، اللعيبه دول عارفين يعني ايه النهارده ان هم يفيدوا فريق بحجم النادي الاهلي. صحيح. امتى النجمه العشرة هتضاف لتيشيرت النادي الاهلي؟ احنا التيشيرت ان شاء الله هتبقى موجوده على الموسم الجديد، انت عارف احنا كل موسم بنغير الديزاين بتاع اللبس بتاعنا، ايوه، فعلى بدايه الدوري الجديد ان شاء الله هيكون النجمه العشرة موجوده على اللبس بتاعنا ان شاء الله جديد. مجهزين نفسكم، انتوا عاملين حسابكم في اللبس الجديد العشرة موجود. احنا لبس جديد خلاص كان خلص كل التصنيع بتاعه، واشتغلنا على لوجوهين، لوجو 9 نجوم ولوجو 10 نجوم، اتكلم بجد. عشان والله العظيم عشان الجهاز عاملين حساب ان انتوا برضو العشرة موجودة، العشرة جاية. ان شاء الله بالظبط، فمع امره ظبطنا كل حاجه ان احنا تبقى اول ما نعرف نلزق اللوجو بالحسب بقى الحاله عامله ازاي. الحمد لله العشرة موجوده اهي، الحمد لله. طيب خليني اسالك بقى في جزئيتين ليهم علاقه باتنين من نجوم الفريق. اليو ديانج، كلام كتير جدا انه اليو ديانج خلاص سيغادر النادي الاهلي بعد تقديم عروض كبيره جدا جدا، والراجل جاي له ارقام كبيره حسب ما علمنا يعني، او حسب ما يتردد يعني، ارقام كبيره، وبالتالي العروض دي موجوده قدام النادي الاهلي. صحه الامر من عدمه وحضرتك معانا. في عروض موجوده، حصل كلام كتير وحصل بعض الكلام العروض اليو ديانج طبعا، لكن في الاخر احنا ديانج من اللعيبه اللي بالنسبه لنا دلوقتي مش مطروحين للبيع اصلا، مش تمام مطروح للبيع اصلا، اصلا خالص، ده ماشي، تصريح مش رسمي، موجود. مش طبعا مطروح مش مطروح للبيع للبيع اصلا. بالنسبه لنا، الا بقى لو جالك في حاجه، في حالات معينه بتكون عارف يعني ما ينفعش تقولها لا، جالك مثلا 10 مليون مثلا دولار ولا لا حاجة، ايا كان الرقم، ايا كان فاهمني؟ الرقم. بس احنا طول ما لما يعني طول ما الامور طبيعيه، لا هو العيب بالنسبه لنا مهم جدا 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 ومش مطروح للبيع. مش مطروح للبيع. طب قفشه بقى، قفشه فعلا جاله عروض من بره فعلا؟ قفشه مش مطروح للبيع في 100 يعني فنيا، بس هو عنده عروض، لان انا كان وكيله معايا قال لي انه لا في حاجات من ما جالناش حاجه خالص، ما جالناش حاجه خالص، في ناس كتير بيتكلموا، لكن قفشه، قفشه برضه هو حابب يكون موجود في النادي انا الاهلي، عارف وهو كويس، مقدر انا اسم عارف المكان، وهو صحيح. عايز وعايز يعمل تاريخ، ف ما اعتقدش ان يكون في خطوه لقفشه خالص الفتره الجايه يعني. يعني انتوا تقريبا الـ القوام الاساسي بتاعكم مش مطروح للبيع ولا لاي حاجه من الحاجات دي، صح كده؟ نجيب بص بالاخر يعني. دايما، بص دايما في الفرق عامه، والاهلي حتى في الجيل الذهبي بتاع الاهلي، طبيعي ممكن كل فتره لعيب بيطلع سواء اعاره او بيع لاوروبا او الدول الخليج، دي حاجه ما متعارف عليها، مش حاجه غريبه يعني، فاهمني؟ بس في الاخر احنا عندنا دايما مصلحه النادي ومصلحه اللعيب هي اللي بتبقى مصلحه مشتركه. صحيح. بس علولو هيخلص امتى؟ احنا بس كده خلصنا، رجعنا من المطار، ناخد كده اجازه بس العيد كده اصلا، طيب ايوه، وان شاء الله ربنا يسهل كله يبقى خير ان شاء الملف الله. في ايدك، فاحنا يعني متأكدين انه خلصان. تبع الله ربنا يسهل، ها خلصان؟ ربنا يسهل، ما انت تبع طمن الله جمهور ربنا النادي يسهل، الاهلي يعني، انت موجود معايا وجمهور النادي الاهلي بيحب يسمع منك دايما. سيبك من ربنا كلامنا، يسهل. احنا بنجتهد، بس انت لا طالما لا انت موجود انت اللي تبعت الرساله انا للجماهير. هقول لك، ربنا يسهل، تعالى بس كده ايه ناخد خطوه خطوه، النهارده كده يوم احتفالي ماشي بالبطوله، ماشي، انا موافق، والحمد لله يعني فرحه، خليه فرحه حلوه كده، وقتها كل خلاص حاجه نتكلم في حاجه في وقتها ان شاء الله. خلاص انا موافق، مفيش مشكله. الف الف خلاص مبروك، حبيبي وتستحق يا ابراهيم، كل خير، ومبسوط لك جدا جدا بشكل حبيبي شخصي لنجاحاتك اللي حاصله، وعارف بصماتك، وعارف تعبك ومجهودك اللي دايما تحت المظله الكبيره لاداره النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي، فبتمنى لك دايما كل التوفيق. ميرسي جدا جدا، ربنا اشكرك، يخليك يا شكرا ابراهيم، جزيلا كابتن امير شكرا، توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، وتعقيبات مهمه جدا.